النهاردة جايين نتكلم معاكم عن أشهر 3 أسباب للإسهال، لكن بعد الفاصل انتظرونا. يلا بقى على طول نبدأ بشكل مستمر علشان ما نضيعش وقت الحلقة بتاعنا. سمير، أشهر 3 أسباب بتقابلنا في العيادة: حالة النزلة المعوية، حالة القولون العصبي، حالة الأمين. هناك أسباب أخرى مؤدية إلى الإسهال زي الإيدز أو تسمم. بصوا يا جماعة، بشكل بسيط كده عشان نلخص كل الكلام اللي احنا بنقوله ده بدون كلام معقد، بكلام بسيط نقدر كلنا نفهمه، أي حد يتفرج علينا يقدر يفهمه بشكل. مفيش حد يبقى خارج مش مبسوط، عايزين كل الناس من هنا تكون طالعة مبسوطة من الفيديو ده. عايزكم بقى تركزوا معايا واحدة واحدة ازاي نفرق ما بينهم كلهم. بصوا يا جماعة، ما نيجي نتكلم عن تشخيص الأميبا نقدر نقول بشكل بسيط قوي، احنا الكلامتك يا دكتور بتدينا دايما معلومات جميلة جدا ومهمة جدا وناس كتير ما تعرفهاش، لكن دلوقتي يا دكتور ازاي نشخص حالة الأميبا؟ بصوا يا جماعة، قبل ما نتكلم عن تشخيص الأميبا لازم نتفق اتفاق كده مع بعض. ما نيجي نقول إسهال سواء كانت النزلة المعوية أو القولون العصبي أو الأميبا، إن كلهم مشتركين في حالة وجع البطن، تمام؟ دي كده النقطة رقم واحد. النقطة التانية بقى نمسك كل حاجة من اللي نمسك الأميبا ونتكلم فيها بشكل. وما نيجي نتكلم عن تشخيص الأميبا نقدر نقول ان في وجع اثناء التبرز مع ريحة براز كريهة طبعا، والحالات الأساسية اللي قلنا عليها ان في إسهال مع وجع بالبطن، يبقى إسهال ووجع بالبطن وريحة براز كريهة ووجع أثناء التبرز. ده كده بشكل مختصر خالص الأميبا. نتكلم عن تشخيص النزلة المعوية، لازم يكون في إسهال. والناس اللي ما اتفرجتش على فيديو النزلة المعوية تروح تتفرج عليه دلوقتي حالا، في معلومات كافية وشاملة عن الأسباب والتشخيص والعلاج والروشتة الطبية اللي بتتكتب في العيادات. نتكلم عن النزلة المعوية نقدر نقول بكل بساطة انها يكون مصحوب مع الاسهال بتاعنا ترجيع وسخونية. والناس اللي ما اتفرجتش على فيديو النزلة المعوية بنخش دلوقتي بشكل حالي، نروح اتفرج على الفيديو ده وبعد كده تعال لنا مرة تانية علشان نكمل مع بعض اللي المفروض نعمله. يبقى احنا كده عرفنا تشخيص الاميبا، عرفنا تشخيص النزلة المعوية. يلا بقى نتكلم دلوقتي على تشخيص القولون. جميل جدا يا دكتور الكلام اللي حضرتك بتقوله، قلنا الاميبا وتشخيص الاميبا، قلنا تشخيص النزلة المعوية، دلوقتي نتكلم كيفية تشخيص القولون العصبي. لما نيجي نتكلم عن تشخيص القولون العصبي لازم نقول ان في انتفاخات وسوء في الهضم مع وجع البطن، وطبعا بتزيد مع الزعل والضغط العصبي. عشان كده بننصح الناس بلا استثناء في كل الاماكن، في كل الندوات، في كل الدورات، في كل المؤتمرات، في التلفزيونات، في الراديو، في كل الاماكن بننصح بنقول ممنوع العصبية. ما تسمحش لاي حد باي حال من الاحوال ان هو يعصبك، لانك انت اللي هيجي لك الضغط، انت اللي هيجي لك السكر، انت اللي هيجي لك القلب، انت اللي هتموت في النهاية وهو قاعد كده في حالة من البرود.